النهارده اللي بيقبض 800 جنيه او 1200 جنيه، احنا طلبنا منه قول له يا مواطن عاوزينك تنزل كمان بعد الظهر تروح تشتغل، فبدا يطلع من الوظيفه بتاعته ويروح يدور على اي محل يروح يشتغل فيه بياخد له 600 جنيه 800 جنيه، فبدل ما كان بيوصل 1000 بدل مرتبه 1200 جنيه عمل دخل اضافي وصل 2000 جنيه. طب ال 2000 جنيه برضه حتى تحت خط الفقر ال 2400 او 2500 ما وصلش له، طب عيش ازاي؟ صلى الله رسول الله وعليه افضل الصلاه والسلام. خليني اقول لك انه المواطن المصري في الفتره الاخيره بيعاني، ما فيش كلام، كلنا بنعاني، ما فيش حد ما بيعانيش. والطبقه المتوسطه زي ما قالت الدكتوره حسام، الحقيقه هذه الطبقه شغاله النهارده في اوبر وكريم، خلي بالك دول في يوم من الايام كان عندهم سواقين، يعني ده كان بيجيب سواق يسوق له ناهيك عن قطاع السياحه كله. النهارده اركب مع حد من دول يقول لك انا بشتغل في السياحه، روح خلاص بيشتغل. هذه الطبقه بتنهار وبتتداعى، وخطورتها في ايه؟ اللي قام ب 25 يناير هم الطبقه المتوسطه، او حد يقنعك بحاجه ثاني، دول اللي قاعدين على الكيبورد وبيتكلموا وبعتوا رسائل لبعض على الفيسبوك ومش عارف ايه، والشباب نزلوا وبتاع، دول ابناء طبقه متوسطه شعروا بس بشويه نكش كده في ايام مبارك، تمام؟ فعمل الازمه دي. انما خليني اقول لك بصراحه، انا خايف انه الكلام ده يحصل فيه مشكله، ولذلك انا دايما بطالب بانه يبقى فيه شبكه امان اجتماعي. لا شك ان الدوله قامت بدور فيها، ما فيهاش كلام، ولا شك ان رئيس الجمهوريه طول الوقت يا جماعه توسعوا في والمجتمع المدني والمجتمع المدني وتوسعوا مش عارف ايه، وبدا يبقى في عندك تكافل وكرامه، وبدا يبقى عندك في يعني شكل من اشكال الدعم من الممكن ان يحل مشاكل جزء كبير من الناس دي. لكن انت تحتاج الى ما هو اشمل. لولا دي سيلفا في البرازيل، ويمكن دكتوره عارفه الكلام ده، لولا دي سيلفا اول ما بدا فكره نهضه البرازيل عمل شبكه امان اجتماعي. عارف حاجه شبكه يعني ايه؟ لما بتيجي تلعب في السيرك بيبقى في شبكه تحت اللاعب عشان لما يجي يقع يلاقي حاجه تشيله، هي اسمها شبكه، عشان كده سموها شبكه امان اجتماعي، يعني عشان يشيل المواطن قبل ما يقع تحت خط معين. انت عارف عندك كم؟ طب فين شبكه الامان الاجتماعي والحد الادنى من العداله الاجتماعيه؟ غير موجود. لا خليني اقول لك انه يعني العداله الاجتماعيه، هل اللي يخرج النهارده حتى في الوظيفه، يعني انا يبقوا خريجين هندسه واحد يروح الاتصالات يقبض مرتب، وواحد يروح الطرق يقبض مرتب تاني خالص، طب هو نفس المؤهل. انت بص حتى في الظروف الاجتماعيه في ايه؟ حركه استفزاز للشعب، يبقى الشعب بيطحن، ونلاقي في النهايه ناس بتتكلم على ممثل بياخد 50 مليون، لاعب ياخد له 80 مليون، مهرجان الناس الناس نبرت على صلاح، والله العظيم مش عارف اقول لك ايه يا جماعه، ما يصحش، صعبان عليا والله. في كل حته في الدنيا في ناس بتاخد كل حاجه،